السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تغطيتنا اليومية لمعرض فن التدوير الدولي في سوق واقف، مع ما يتضمنه من إبداع وفن يذهل الزائرين من خلال تحويل قطع من المعادن والأخشاب إلى تحف فنية لا يمكن أن يتم تخيلها أو توقعها في أرض الواقع. وعلى سبيل المثال وليس الحصر اليوم، حتى نشوف هذا التنوع في الاستديو واستخدام هذه القطع المعدنية في نقل هذه الصورة، بأن الإنسان له قدرة لا محدودة على التفكير والإبداع والخروج بأمور يمكن تكون خارج نطاق المألوف. عندك سلطان، مساك الله بالخير يا خالد. ما شاء الله، والله لا والله خوش ترتيب، والله شوف شلون التلبيس وهذا وهذا كله من عادة التدوير. صراحة نشكرهم على هذا الاستوديو الجميل. حياكم الله مشاهدينا، المعرض مستمر حتى تاريخ 29 فبراير، ويشارك فيه 30 فنانة من دول وثقافات مختلفة ومن مدارس فنية متنوعة تنقلك إلى عالم مليء بالخيال والإبداع يا خالد. نعم سلطان، طبعا البداية عقدة بفندق الفور سيزن، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل قمة الويب أو ويب قطر لعام 2024 التي تنظم لأول مرة في المنطقة، وتنطلق هذه الفعاليات بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في 26 من فبراير الجاري. خلال هذا المؤتمر الصحفي تم استعراض التفاصيل المتعلقة بالحدث العالمي المرتقب قمة الويب قطر 2024 التي تنظم لأول مرة في المنطقة وتستضيفها الدوحة على مدى 4 أيام، بحضور الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار. نتطلع عبر هذا الحدث العالمي لتعزيز القطاع الأعمال التكنولوجية في دولة قطر والمساهمة في تمكين قدرات شركاتنا القائمة والناشئة بما ينعكس إيجابياً في الاقتصاد الوطني. ويتوقع أن يتم الإعلان خلال القمة التي تبدأ فعاليتها في 26 من فبراير الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عن العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في دولة قطر وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في المنطقة في هذا القطاع. This is the very first Web Summit in Qatar, which is an opportunity for us to reach the Middle East region and beyond. One of the really distinguishing factors here is that we are sitting at a crossroads, not just for the Middle East and the Arabic-speaking world, but also with tremendous access to Africa and to South and Southeast Asia. So I think that what we're really representing here is a bridging of a number of different markets and geographies and opportunities, as well as being able to connect that to the broader international technology ecosystem. System. As the first event in Qatar, we're thrilled that we have broken all of our targets, and we are on track to have a record-setting event with more than 12,000 attendees, 1,000 startups, 500 investors, and hundreds of partners in attendance. And those numbers just represent a small slice of what is to come, of course, because so much of the experience will be the quality of speakers and what is on stage for the discussions. يشار إلى أن استضافة قمة الويب على مدى 5 سنوات متتالية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لدولة قطر لإطلاق العديد من المبادرات للنهوض ببيئة الأعمال التكنولوجية في الدولة وتقديم الحوافز لتطوير أحدث التقنيات والاستثمار في بناء الإمكانات التكنولوجية المحلية وزيادة فرص العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. مشاهدينا الكرام، نظمت سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر مساء أمس بفندق شيراتون حفلاً بمناسبة العيد الوطني الكويتي. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. نظمت سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر حفلاً بمناسبة العيد الوطني الكويتي الذكرى 63 للاستقلال والذكرى 32 للتحرير. حضر الحفلة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.
وتمتاز العلاقات القطرية الكويتية بعمقها وتناغمها ورسوخها في مختلف المجالات وتطابق في الرؤى حول مختلف القضايا على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وذلك بفضل حكمة ورعاية واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين. وتعد العلاقات القطرية الكويتية نموذجاً مميزاً، إذ يرتبط البلدان بعلاقة راسخة وسمات مشتركة بنيت على هدف مشترك لتحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال الشعبين. يشار إلى أن دولة الكويت تحتفل بعيدها الوطني وذكرى الاستقلال في 25 من فبراير وذكرى التحرير في 26 من فبراير من كل عام. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نرجع معكم إلى هنا إلى أجواء معرض فن التدوير الدولي في سوق واقف، وضيفنا الليلة فنان مشارك في معرض فن التدوير الدولي في سوق واقف. طبعا هذا الفنان قادم من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من داكوتا الجنوبية، يملك مزرعة ولديه موهبة بترويض الخيل وخبرة واسعة أيضا بسلالاتها المتنوعة، لذا كانت أعماله الفنية ترجمة لهذه الهواية من خلال منحوتات من قطع الحديد المعاد تدويرها التي تجسد الخيل أو الثيران التي يمتلك أعدادا منها في مزرعته. نعم يا خالد، ورغم أن الحديد يضرب به المثل في القوة والصمود والثبات، إلا أنه يمثل مادة خصبة للفنانين المتخصصين في إعادة التدوير، واليوم سنتحدث عن فن إعادة التدوير الحديد مع ضيفنا في الاستوديو السيد جون لوبيز. يا هلا ومرحبا بك. Thank you. Glad to be here. نعم. شكرا لكم. مستر لوبيز، احنا في البداية نود أن نتحدث معك عن زيارتك الأولى لسوق واقف، وبالتأكيد لمشاركتك في هذا المعرض، معرض التدوير. ماذا يمثل لك هذا الأمر من ناحية المشاركة وجمالية المكان وأيضا تنوع الأدوات المعروضة والمنتوجات المعروضة؟ Well, this is my second visit. هذه ثاني زيارة لي لسوق واقف، و folks at the art center have become like family to me. التركيز في الواقع انتقل على هذا الفن، انتقل إلي بالوراثة. كنا نعمل هذا في البداية، وبالتالي أنا أحببت هذه الزيارة وزرت قطر في عام 2019 وتعرفت على الثقافة هنا، ولدي انفتاح على هذه الثقافة الجديدة، وهناك اهتمام بالعمل الفني، وكان جيدا. في الأيام الماضية تحدثنا عن إعادة تدوير الخشب والورق، واليوم نتحدث عن الحديد. اليوم نتكلم عن الحديد، حدثنا بشكل عام عن هذا الفن. Well, I always tell people, الواقع أقول للناس لو كنت في إيطاليا سوف أقوم بنحت الرخام هناك، ولكن في داكوتا الجنوبية فإن المعدن هناك أو المعادن كانت هي الثورة الصناعية عندنا قد بدأت، وبعد استملاكهم للأرض بدأوا يبحثون عن المعادن والأدوات الزراعية وغير ذلك. وبعد ذلك جئت إلى اختيار بعض القطع عندهم هناك لنحتها وتشكيلها. هذا جزء من الماضي، وأردت أن أكون مزارعا صاحب مزرعة، وقالوا لي لماذا لا تقوم بالنحت، فأنت يبدو عليك عمل طيب في هذا الفن. ثم هذا انتقل إلي عن طريق أبي وأخي الأكبر، وبالتالي أنا دخلت إلى هذا القطاع وهذا الفن. نعم، يعني أنا ممتن جدا يعني تحقيق مبدأ أيضا الاستدامة البيئية من خلال استقلال الموارد المتاحة أو حتى يعني إعادة المواد تدويرها، ولكن ما الذي يؤثر على طريقة نحتك أو استخدامك للمعدن؟ كيف تتخيل شكل المعدن؟ نعرف بأن المعادن هي صلبة، يصعب تطويعها في بعض الأحيان، تحتاج إلى كثير من الجهد وأيضا إعادة التفكير. You know,
التحدي الأكبر هو مع الحديد والمعادن هو أن هناك معادن تختلف عن بعضها من حيث القسوة والصلابة طبعا وكذلك الأشكال التي تأتي أو تعثر عليها حتى تقوم بتدويرها. لذلك تعلمت في هذه العملية الكثير عن القسوة والصلابة المختلفة بالدرجات متفاوتة بين أنواع المعادن وخاصة القطع الكبيرة. فمثلا على شكل حصان، حصان العربي بحجم كبير، هنا يجب أن يكون هناك رافعة شوكية ترفع لي بعض القطع المعدنية حتى أقوم بتشكيلها ووضعها مع بعضها البعض، وهذا عمل صعب وشاق طبعا، ولكن أعتقد أنني أحببت العمل مع المعادن أكثر من الورق والخشب والمواد الأخرى، فهي مادة أحببتها وهذا شيء جميل. جون، لو نتكلم عن الأعمال المشاركة فيها في هذا المعرض. لدي ما معروض هنا ما يشبه الحصان العربي كمجسم وكذلك شكل حوت. عندما تدخل إلى المعرض هنا في سوق واقف هناك أول ما تراه هو الحوت المعلق في ويتدلى من السقف وخلفه ما يشبه المحيط، ثم بعد ذلك ترى الحصان العربي وهناك بعض القطع الفنية طبعا، وأيضا أرى بأنها جمالية خاصة بها. وقمنا أيضا في دار المحددة في الخارج بعمل إضافي على مهر. مشاهدينا الكرام، نشوف هذه الفن وهذا الأرت الجميل اللي اللي اللي, اللي سواه الفنان جون. بنيت ونحت هذه القطعة لعرضها في الدوحة، هي شجرة نخيل، وأيضا حاولت أن أخذ بعض الصفات العربية من التراث العربي التي تناسب هذه القطعة الفنية. وبالتالي كثير من الناس هنا ربما لا يعرفون البايسون وهو الثور الأمريكي، فهو يشبه الثور في مكان آخر. أبدعت في تشكيل هذه في هذا الخيل العربي اللي سويته بهذه المواد. صراحة عمل متكامل، عمل جميل، يعني إبداع في إبداع. كم استغرق الوقت منك للعمل هذه المنحوتة؟ في الواقع أنا أقول أنه أخذ مني حوالي 6 شهور لعمل هذه القطعة الفنية. وقبل 4 سنوات عندما كنت هنا في قطر في عام 2019 بدأت التعامل مع الحصان العربي، والآن أنا أعمل على هذا الفن الخاص بالخيول، ولكن لنقل 6 شهور تقريبا يمكن إنجاز مثل هذه المجسم أو العمل الفني. هنا خلال العرض في هذا يمكن إذن يعتمد حجم القطعة ويعتمد على كثير من الأمور، صناعة واحدة من القطع الفنية الموجودة على المعدن نفسه وعلى إمكانية إعادة تطويعه. ولكن السؤال هنا، هل المعادن كلها قابلة للاستخدام في عملية إعادة التدوير أم لا؟ وهنالك مشكلة متزامنة مع مسألة المعدن استخدامه وتطويعه، وهو مسألة الصدى. كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ كل المعادن طبعا يمكن أن تقوم بإعادة تدويرها، وبالتالي هناك نعم بعض الصدى إذا أردت أن لا يكون هناك الصدى فأقوم برشه ببعض المواد الكيماوية لكي لا تصدى. وأحيانا لا أحب هذا العمل لأنه سيبقى أمام الآخرين وكأنه عتيق، أريد أن يبدو لهم عتيقا وأنني قمت بتشكيله لأعيد له الحياة. جون، هل هناك صعوبة في تشكيل المعادن؟
تعرف هناك الكثير من المعادن الملقاة على الأرض في المكان الذي أعيش فيه هناك. أنا أحب هذه المهنة وهذا الفن، ولكنه يريد ويحتاج إلى عضلات ولا جهد بدني وغير ذلك. ولا في الواقع لا أريد أن أغير هذا الفن، فأنا أستمتع. ما هي المواد التي تستخدمها؟ يعني نفس مكينة اللحام أو مكينة لتشكيل الحديد يعني لتعمل بهذه بهذا الفن الجميل اللي رويتنا اياه. لدي جهاز اللحام ولدي المصباح الخاص بالحدادين وأجهزة أخرى للقص والقطع، وكذلك تقوم بشيء يحفز والمواد الكهربائية. وأيضا كل المزارعين أو أصحاب المزارع هناك لديهم أجهزة اللحام والأجهزة هذه، ودائما إذا احتجت شيئا أذهب إلى جيراني عندهم بعض المواد في الخردة ملقاة هنا وهناك، أخذها من عندهم وأسوق بها في سيارتي وأأتي بها إلى ورشة العمل الخاصة بي. أحيانا أحتاج إلى بعض المفاتيح الخاصة وبعض المقصات لأحصل على ما أريد، وبعضها أترك اللون الطلاء الموجود أصلا عليها ولا أغير الطلاء القديم. جون، ولكن بالحديث أيضا عن يعني انتشار مسألة إعادة التدوير كثقافة عامة أو كفن رائج الآن أصبح معاصر في الأيام في الآونة الأخيرة، هل يعتبر هذا الأمر منتشر في الولايات المتحدة وعلى سبيل الخصوص في داكوتا؟ تعرف إعادة التدوير هو شيء مهم في ساوث داكوتا، وربما في الولايات الأخرى ليس بنفس الحجم من الخردة في والنفايات المرمية من القطع المعدنية، وبالتالي الناس ربما في الولاية التي أعيش فيها يرون الأشياء والمعادن المهملة بطريقة مختلفة عن الولايات الأخرى. ولكن في الولايات المتحدة نعم هم يحاولون هناك أن يكونوا واعين بمسألة التدوير وتنمو هذه الثقافة. نعم جون، هناك خطوات أو روتين معين تتبع عند إعادة تدوير الحديد؟ خطوات أو أشياء معينة أنت تعمل فيها قبل أن تبدأ بنحت أو بالعمل على الفن الذي تقوم به؟ هناك ساحات فيها خردة وفيها بعض المعادن المهملة، في العادة أخذها من الناس من الساحات الخلفية لمنازلهم ومن المزارع، أحيانا من الطريق، وأحيانا يقولون لي جميل مساعدة الناس لدعمك في هذا الفن. نعم نعم، وبالتالي أصدقائي وبعض أفرادي والجيران أسرتي والجيران يعرفون أنني أقوم بهذه المنحوتات والأشكال، لذلك يساعدوني من تلقاء أنفسهم حتى لو لم أطلب منهم. جون، منذ متى بدأت ولماذا اخترت الحديد مع أنه هو الأصعب من وجهة نظري المتواضعة، هو أصعب من الورق والأخشاب؟ بدأت بالنحت هذا والتشكيل قبل 25 سنة في عام 1995 ربما، ومهما يكن فتابعت هذا لمدة 30 سنة الآن ربما. إذن بدأت بتشكيل بعض الصلصال أو الطين المشوي أو المحروق، ثم انتقلت إلى المعادن، لا أعرف لماذا بالضبط، ولكن أحببت اللمعان في المعادن وخاصة عندما تتشكل زوايا ونقاط ضوئية. إذن 25-30 سنة وأنا أتعامل مع هذا الفن، وتوفيت عمتي في حادث سيارة وذهبت
مع زوجها إلى المقبرة لبناء ما يشبه التمثال لها من المعادن التي كانت مع زوجها، وبدأت أتأثر بتلك الحادثة. ثم ذلك انتقل الفن إلى مواد جديدة. نعم، we are sorry to hear that. ولكن أنا أريد أن أتحدث معك عن أمر مهم أيضا. ما هي معيارية القطع الفنية المقدمة هنا؟ كيف يتم تقييمها؟ من هو الأثمن فالأكثر ارتفاعا بالثمن، وما هو الأقل ثمنا؟ كيف يتم تقييم هذا الأمر؟ لكل شيء في الحياة ثمن، ولكن كيف يتم تقييم الأعمال الفنية المقدمة هنا؟ في عالم الماركات عملت كثيرا من العمل في المنحوتات الفنية هذه. التسعيرة والتقييم تستند وتعتمد على كم كلفتك أصلا من وقت وجهد ومال حتى أن تشتري هذه المادة الفنية، ثم تذهب بها إلى معارض معينة، وكذلك كلفة المادة الخام هنا. هناك معايير للتسعير، والناس تقيم حسب رغبتها، وأحيانا يقولون هي مكلفة، أحيانا يقولون هذه $1,000، هل تكفي؟ هي عملية تتعلم يوم عن يوم للتقييم. عندما تكون شابا وذا طموح وترى نفسك ثم ترى قطعة $1,000 تقول لا أريدها خذها، لكن لاحقا قد تحكم بطريقة أفضل في الواقع وأكثر دقة. ما يحدث هو أن هناك طلبات لدى الفنان وتحتاج منه مادة وجهد، لأنك قد لا تستطيع أن تفعل أشياء لكل شخص، أنت تفعل ما تحب فقط، لذلك هذا يعطيك وضعا جيدا. هي عملية تعلم. يعني جوابك كان يعني واضحا ووافيا بالنسبة لي، ولكن أريد أيضا أن أتطرق إلى الجانب الأسري، يعني إن سمحت لي بهذا السؤال. فكثير من الأحيان مثل هذه الأعمال تحتاج إلى كثير من الوقت، تأخذك بعيدا عن الأسرة، وأيضا يمكن أن تضع أموالا طائلة بلا جدوى يعني في الحصول عليها لتغطية مثل ما تفضلت فواتير المنزلية، فواتير الحياة وما إلى ذلك. ما هو تأثير الأسرة عليك أنت كفنان في هذا الموضوع؟ هذا شيء أريد أن أقوله في الواقع في هذا المعرض أيضا. وأحد الأشياء المهمة عندما أتيت إلى سوق واقف هنا هو التقاء الناس والعلاقات التي بنيتها مع الناس هنا في الدوحة وكذلك الفنانين الآخرين. هذا يفتح لي آفاق عالم جديد وستبقى معي. وبالنسبة لمزرعتي وأهلي، وهناك أنا أعيش في بلدة صغيرة وأسرتي وأهلي يعيشون هناك، وأمي تعمل في الصالة معي في صالة العرض، وهي تحب كل ما أعمل وتساعدني. هي عمرها 80 سنة الآن، وهذا يجعلها تشعر بأن هناك شيء حققته كهدف، وهي مساعدة ابنها أنا أقصد. ودائما نقضي أوقات مع بعض لأننا قريبون من بعضنا أصلا، وأحيانا نطارد الأبقار وغيرها. من النظرة الأولى لك بستايلك الأمريكي الأنيق، تذكرت عندما ذهبت إلى الكورتيارد منطقة في تكساس ورأيت فن التشكيل للأطفال من البالونات، وأيضا لاحظت تفاعلهم وتفاعل العوائل خلنا نسميها اللي هم اللي مال اللي يركبون على الثيران ويسوون الشو. خالد، لاحظنا انه لاحظنا ان هناك تجمع اسري في هذا المكان. ايضا لاحظنا احنا نسميهم الكوبوي اللي يسوون العروض للأطفال ويسوون عروض للعائلات. راديو أيوة. Actually he was looking for that word, you know, and he was actually كنت أحاول أتذكر هذا الاسم. لكن هناك لاحظنا تماسك في العائلات، وأيضا تشجيعهم وتعريفهم بهذه العادات والتقاليد الأمريكية القديمة. والآن رأيناك ترسم، وأيضا ذكرت أنك تذهب بالخيل إلى
للاصطياد للأوقات الجميلة للمتعة. هل هذا مزروع بك يعني منذ الصغر أم أن أنت من بدأت في حب الخروج على الخيل؟ نعم، أنا بدأت وأتعامل مع الخيول منذ الطفولة ومع الأبقار أيضا، وبالتالي أنا دائما يكون حولي هذه الحيوانات الأليفة. نحن العائلة نجتمع ونعمل سويا أيضا، ونعمل مع الأبقار والخيول، وأقضي وقتا مع عائلتي أيضا، ولدي حصانان في الواقع ودائما يركبوها أفراد الأسرة هذين الحصانين، وأقضي وقتا جيدا في الواقع مع أسرتي وأحبها. ما هو انطباعك العام عن المعرض والقطع الفنية الموجودة؟ أعتقد أن هؤلاء الفنانون هم الأفضل ربما في العالم في هذا الشكل أو النوع من الفن التشكيلي للمعادن والخشب، والتقيت بكثير منهم وتأثرت كثيرا بما عملوه، وأعتقد أن هذا خليط لمواد مختلفة، ورق وخشب ومعادن، وعندما يراها الناس هذه الأشياء تفتح عينيها لأنواع جديدة من التدوير وإعادة التدوير. نعم، شيء جيد أن أكون هنا وبعض الفنانين الأروع في العالم. نحن في الحقيقة فخورون جدا يعني بتواجدكم هنا معنا في قطر، يعني ننقل ثقافة مختلفة من نوعها في هذا المكان. أنت تعرف الثقافة العربية قد تكون يعني مزدهرة وأيضا فيها كثير من الأمور، ولكن بالدخول إلى عالم النحت وإعادة التدوير أعتقد بأن هذا المفهوم جديد على المنطقة. هل وجدت هنالك أيضا أرضية مشتركة بينك وبين الفنانين العرب المتواجدين؟ على سبيل المثال هنالك فنان قطري اسمه يوسف أحمد قام بإعادة تدوير سعف النخيل واستخدامه كإنتاج لأوراق يتم استخدامها للكتابة، ويعني إعادة تدويرها بشكل يلامس الطبيعة القطرية. فهل سمحت لك الفرصة أن تلتقي معا وأن تتجاذب مع أطراف الحديث لترى إن كانت هنالك أرضية مشتركة بين تدوير المعدن وأيضا تدوير المواد الطبيعية أو العضوية إن صح التعبير؟ نعم، في الواقع الفنون الموجودة هنا في سوق وقف التقيت بعض الفنانين العرب. نعم، ومنذ 4 سنوات عندما كنت هنا وكان يقدمون لي يد العون كان هناك شخص لا أتذكر اسمه في الواقع، ولكن أراه كل يوم وكان طيبا معي ويقول لي إذا أردت أي شيء أي مادة تريد أن تشرب الشاي قل لي فأنا مستعد، وأيضا لديه مهارات معروفة ومواهب جميلة، بعض الرسوم والحصان العربي رائعة. نعم، هناك تشابه في هذا المجال، مجال الخيول والأبقار والثقافة، المحبة والشغف بالخيول. أنتم تحبون الخيول ونحن نحب الخيول. الخيول العربية تختلف نعم، ولكنها في النهاية خيول ونحبها بشكل مشترك، وبالتالي من الجيد والجميل أن نرى هذه التشابهات بين هذه الثقافات بخصوص الخيول والثقافة المشتركة. ويمكن أن ترى اللطف في عيون الناس هنا أيضا وهم يساعدون. أعتقد بأن أنواع الخيول هنا متعددة، والخيول العربية تمتاز أيضا بأصالتها، وأيضا الخيل الأمريكية تمتاز بسرعتها. إن لم تخني ذاكرة هنالك سلالة الخيل الموستنج أعتقد في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي معروفة بقوتها وسرعتها أيضا. نعم نعم نعم. داكوتا الحصان هناك ربما هو الأكثر إنتاجا وتكاثرا في الولايات المتحدة، والماستانج هذا سلالة أخرى، نوع آخر أو سلالة أخرى من الخيول، وكل شخص يقوم بتربية الخيول هذه له طريقة خاصة ويختار السلالة التي يرغب فيها. ولكن الذي أحبه في الحصان العربي أنها ذات حركة، ذات رشاقة، ذات جمال، وهذا إذا وضعته في تحفة فنية فإنه يبدو لك وكأنه على قيد الحياة رغم أنه مصنوع من جمال، وهذا ما حاولت أن أقوم به. جون، أنت أتيت إلى قطر 2019 والآن جيت في 2024، ما هو الفرق الذي رأيته بعينك في قطر في هذه الفترة بين الزيارة الأولى والثانية؟
أما أراه الأضواء أضواء كثيرة أراها خاصة بعد كأس العالم. وفي الواقع أتابع كنت أتابع كأس العالم وأخبار كأس العالم والمباراة أو المباريات، وكانت تلك فرصة في الواقع لأن أرى الملاعب الجديدة. ولكن أيضا تعلمنا من المعارض سابقا وكان هناك بعض التغييرات الجميلة. نعم جون، إذا بتسمح لي خالد، جون ما 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 رأيك أو كيف رأيت الدعم للفنانين في معرض تدوير في قطر هنا، وأيضا الدعم بشكل عام لهذا المعرض وجلب الأسماء الكبيرة وأيضا الملتقى لجميع الفنانين؟ Well, I can see that Doha انا يمكن ان اقول ان الدوحه هي في الواقع تريد ان تكون في الرياده في كل مجال. في الواقع هذا موجود ومعروف، وهي دوله قطر تحاول ان تكون دائما سباقه في الاشياء وتتطور، وبالتالي اعتقد يجب أن تبقي كل الأشياء حديثة ومتطورة ومثيرة وتنتقل إلى المستقبل. وأنا سعيد جدا في الواقع أنكم تأتون وتستقطبون الناس والشخصيات الفنية من أمريكا والدول الأخرى، وبالتالي لم أكن أحلم أن أكون هنا مرة أخرى في الواقع في هذا المعرض الجميل. أنا معجب جدا بحقيقة أخرى، وهي كان هناك قطع في المعرض السابق والآن أصبح لدينا قطع أكثر. أنا لدي سؤال أيضا لربما استوقفني النظر أيضا إلى الخيل، فأنا من عشاق الخيل بشكل كبير جدا، وأحييك أيضا على انتقاء الخيل العربية أو أي نوع من الخيل، ولكن هنالك أيضا مجسم يوجد داخل المعرض وهو مصنوع أعتقد من الخشب إن صح التعبير. ما هو وجه التشابه بين الخيل المصنوع من المعدن والخيل المصنوع من الخشب؟ هل كلاهما يعطي إيحاء للناظر إليهما بأنهما يعني على قيد الحياة، أو مثل ما تفضلت أنهما آتون إلى الحياة مرة أخرى؟ في الواقع أشعر بأن القطعة المصنوعة من الخشب فيها، خاصة إذا استخدمت خشب من نوع خاص، تعطي ما يشبه الأحلام، الناحية المعنوية، الشعور الخاص، ولذلك أنا أركز على الواقعية وليس على التخيلية هنا. أنا يهمني كيف هو كتف الحصان، كيف تم تشكيله، وأنا أركز على الواقع. ولكن في الخشب المصنوع، الحصان المصنوع من الخشب والمدور من الخشب، ربما لا أستطيع التعامل معه بشكل متقن. وأنا أحب المعدن وهذا هو ما كنت. نفس هذه القطعة على سبيل المثال، كم تستغرق من الوقت لعمل نفس هذه القطعة؟ تعرف هنا وين ساعة واحد ساعة واحدة فقط، ربما ساعتين إذا كانت المادة متوفرة وتجمعها مع بعضها فقط. لكن الجزء الصعب هي أن تجد المادة المناسبة للعمل، أن يكون هناك أشكال مسننات، قطع مكعبة، المهم من المادة الخام أن تجدها. وهذا نعم عطفا على ما تفضلت فيه سابقا بالحديث عن موضوع اتجاه دولة قطر للريادة في معظم المجالات الثقافية والاجتماعية، بالحديث عن هذا الأمر هنالك أيضا متحف قطر الوطني وأيضا متحف الدوحة الإسلامي، توجد به كثير من الأمور التي يعني تبرز الجانب الثقافي للحضارة العربية والإسلامية. ولا أعلم صراحة إن كان هنالك يعني معرض أو هنالك قطع معدنية معاد تدويرها وتشكيلها، ولكن أحببت أن تكون هذه الفكرة أيضا متواجدة في كل مكان في قطر لنصل برسالة. أعتقد أن هنالك رسالة سامية من وراء إعادة التدوير وهو الحفاظ على البيئة إن صح التعبير، وأتمنى أن تصحح لي هذا المفهوم إن كنت مخطئ. نعم أعتقد أن هناك بعض القطع إذا هي لم تكن معروضة الآن سيتم عرضها في المستقبل في المتحف الوطني، وربما يكون الثور الأمريكي المسمى بايسون.
ولكن الممتع هنا عندما كان هناك منحوتة البايسون أو البيزون أو الثور الأمريكي سألوني ما هذا، هذا حيوان في أمريكا يعيش. ونعم هناك بعض المنحوتات الأمريكية. جون، لو نتطرق إلى أهمية استخدامك لهذه الحديد وإعادة تدويره ورسمه ونحته بشكل جميل يمتع فيه الجمهور نظره، يعني بالنظر إلى هذا العمل الجميل، هل هذا يساعد بحد كبير للحفاظ على البيئة؟ نعم. ربما تعرف وأنني سعيد لأن عملي يصب في هذه الفئة. أنا لست من الناشطين في مجال الحفاظ على البيئة والتدوير وغير ذلك، ولكن تعلمي، أنا أتعلم كأي شخص آخر، وأعمالي الفنية هي ضمن هذا المجال، وأنا مستمر بها وبهذه الأعمال وهذا الفن. فكل شيء قد تقوم به لتعليم وتثقيف الناس للحفاظ على البيئة، أي تستهلك أقل وتحافظ على الأشياء المهمة والرئيسية، وأن لا يكون هناك هدر ولا ترمي الأشياء في المحيط أو البحر أو غير ذلك. لذلك الرسالة هنا نعم تتطور وتنتشر في الثقافة شيئا فشيئا. نعم، فالفن هو أفضل طريقة للقيام بذلك، هو فن يتحدث للناس من دون لسان وكلام. وبالتالي إذا أردت أن تحافظ وتحدث التغيير فعليك بالفن. وأحيانا قد لا يكون موضوعا مهما يصبح مهما بالفن. نعم فعلا أصبت فيما قلت أخيرا، أن ممكن أن يكون الفن علاج لكثير من المعضلات إن صح التعبير، أو تصحيح كثير من المفاهيم وأن تسلط الأضواء عليها مرة أخرى. نحن شرفنا معك على نهاية هذا اللقاء، كان اللقاء ممتع جيد جدا للغاية، ونحن ممتنين لك على انتقائك للخيل العربية لحضورك هنا وتقديمك في هذا المعرض، وأيضا نجدد لك التحية وأيضا دعوة لزيارة نادي الشقب، فهو يحتوي على كثير من الخيل العربية الأصيلة التي تمتاز بها قطر وتصدرها أيضا للعالم، إن كان عن طريق المنافسات، وخيل الجمال أصيلة ذات العراقة، وأعتقد أنك سوف يعني سوف تعجبك. نعم سوف تعجبك كثيرا بالتأكيد. نعم شكرا لك جون لوبيز. شكرا لك. شكرا. شكرا لك مشاهدين الكرام، كان معنا السيد جون لوبيز، شكرا لك واستمتعنا بالحديث معك. Thank you so much. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا لنكمل ما تبقى من حلقة الليلة. أنهت وزارة المواصلات إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، والتي تتضمن سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدول في الدولة من حيث وسائط الشحن وساعات العمل. نتابع. في إطار تعزيز أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 إلى 2030، أنهت وزارة المواصلات إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر. وستلبي هذه الخطة متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادية للخدمات اللوجستية والشحن، التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في أولويات تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير عمليات الشحن البري بما يعزز من مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. صراحة الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل فعال متعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الوطنية وتوفير حلول النقل الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية. تهدف هذه الخطة فعلاً إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية لنهوض بقطاع الشحن البري في دولة قطر ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث إنشاء نظام شحن متعدد الوسائط، تطوير سياسات وخطط الدولة لتعزيز أمن وسلامة قطاع الشحن البري، زيادة كفاءته، مواكبة أحدث المعايير والاستدامة والابتكار بما يدعم زيادة قدرة الدولة التنافسية في استقطاب حركة سلاسل التوريد وخطوط التجارة، وتعزيز دائرة الإنتاج الاقتصادي المتصاعد وتلبية المتطلبات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. في الحقيقة ارتكزت الخطة على عدد من الركائز، من أهم هذه الركائز اللي هي توفير حلول للشحن المبتكرة، بحيث يوجد عندنا 16 مبادرة لاستخدام التكنولوجيا واللي كلها تدعم الشحن البري لتسريع وتيرة التخليص الجمركي وتقليل زمن وعدد الإجراءات الجمركية، وكلها تصب في تكامل إجراءات الربط بين المواني والمطارات وبين المناطق الحرة. هناك العديد من المشاريع التي تشرف عليها وزارة المواصلات والمعنية بتطوير قطاع النقل البري، من ولكن فيما يخص موضوعنا هناك مشاريع تصاميم مبدئية على سبيل المثال كطريق الوكرة والوكير، طريق الوعب والطريق الصناعية الغربي، واللي تهدف جميعها في تعزيز الربط بين المناطق الصناعية وبين المواني والمطارات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. بالإضافة على ذلك اللي هو إعداد خطة لتطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على البيئة والصحة. وتتضمن الخطة سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدولة من حيث وسائط الشحن وساعات العمل، حيث تحتوي على عدد من السياسة الوطنية الداعمة لقطاع الشحن البري ومقترحات للعديد من المخططات والمشاريع حتى عام 2050، والتي تشمل مشاريع تطوير شبكات ومرافق ووسائط الشحن البري، فضلاً عن قوانين وأطر الحوكمة لعمليات وتكنولوجيا الشحن والبضائع الخطرة، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة. إذن للحديث أكثر عن الخطة الشاملة للشحن البري في الدولة، يسرنا أن نستضيف معكم هنا في الاستديو السيد صالح بن سعيد المري، مدير إدارة التخطيط النقل البري بالإنابة في وزارة المواصلات. مرحبا ومسهلا بك، حياك الله. يا مرحبا بك أخوي خالد وأخوي سلطان. يا مرحبا ومسهلا، شرفين بزيادة. مسعيد، في البداية لو نتكلم يعني على الأهداف الرئيسية لخطة الشحن الشاملة. صحيح، وإذا احنا بنتكلم على موضوع خطة الشحن لازم نبدأ برؤية قطر الوطنية 2030. نعم. استراتيجية وزارة المواصلات المحدثة في إيجاد منظومة نقل آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة وتدعم الاقتصاد الوطني. في الفترة الماضية بعد أحداث جائحة كورونا والتأثيرات اللي نتجت عنها في التأثير على سلاسل الإمداد والأمور اللوجستية، الأمر تطلب وجود دراسة متخصصة في مجال الشحن، وذلك لرفع كفاءة وإيجاد وسائل مواصلات متعددة الوسائط
لدعم الاقتصاد الوطني في موضوع الشحن. فبناء عليه تم القيام بالدراسة هذه، وهي عبارة عن مشروع لتحفيز دور النقل والمواصلات في مواضيع المرتبطة بالشحن والأمور اللوجستية المتعلقة فيها. فبناء عليه تم القيام بالدراسة هذه، ونتج عنها مجموعة من الخطوات والحلول، سواء كانت قصيرة المستوى أو متوسطة أو طويلة الأجل لغاية 2050. لما نوصل لغاية 2050 هذا يتوافق مع خطة النقل الشاملة اللي احنا راسمينها لدولة قطر من خلال الخطط الخمسية. فبناء عليها نتائج الدراسة هذه راح تعود بالفائدة على الجهات، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو القطاع الخاص كرواد الأعمال أو الشركات العاملة في مجال النقل أو الجهات اللي تشتغل في الأمور اللوجستية. طيب بالحديث عن رواد الأعمال، لو نتحدث بشكل عام عن أبرز التحديات التي ممكن أن تواجه سلاسل الإمداد، وخصوصا بما يتعلق بالتصدير وإعادة التصدير للشركات العاملة في هذا القطاع، في قطاع الشحن. التحديات كثيرة وفي مشاريع عدة، وخاصة يعني خضناها في هذه الدراسة، منها جائحة كورونا كان لها تأثير كبير حتى على الدراسة هذه. وكانت واحدة من المعطيات اللي أخذت بعين الاعتبار. لكن أهم التحديات اللي جاءت اللي هي أمور الازدحامات والسلامة المرورية، اللي كان لها دور كبير في الدراسة أنها تأخذها بعين الاعتبار، سواء من المناطق اللوجستية، المطارات، الموانئ، مراكز الحدودية وشبكات الطرق وتعارضها مع أوقات وخروج الموظفين. فهذه كان لها دور سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية توقيت حركة الشاحنات، هذا فيما يتعلق بالازدحامات والسلامة المرورية. النقطة الثانية في هذا المجال راح نتكلم عن الأمور المرتبطة بأمور الشحن، سواء من الجهات كالجهات اللي تعمل في مجال الشحن من أمور التسجيل وأمور التصدير والاستيراد، من خلال أن احنا نتطرق إلى بعض المواضيع المتعلقة بالنطاق الجغرافي لهذه الطرق اللي راح تنقل مواد الشحن، سواء كانت بالقطارات أو من خلال الموانئ والمطارات. نعم، يعني إذا تسمح لي سلطان الآن بالحديث عن هذا الأمر، يعني قطاع رواد الأعمال والتجارة في كثير من الأحيان تكون عندهم بعض التحديات والمعضلات، ولكن الجميل في الأمر بأن نسبة الضريبة على البضائع المستخدمة أو المدخلة إلى الدوحة قليلة جدا، خصوصا للشركات القطرية على حد علمي. ولكن لما نتحدث عن الحلول، ما هي الحلول التي أقمتوها في هذا الخصوص بما يتعلق بالشحن وترتيبات الشحن؟ أنت تفضلت في كثير من المؤشرات، إن صح التعبير، أن هنالك مؤشرات ازدحام في بعض الأحيان قد تعيق الحركة، هنالك جائحة أتت أيضا على هذا الخصوص. كيف يتم التعامل مع هذه المتغيرات؟ في متغيرات طبيعية وفي متغيرات إن صح التعبير يمكن إجراء عملية تدخلية فيها لتدليل هذه الصعاب للمستهلكين أو المستفيدين منها. صحيح، في الجزئية هذه أنت تتعامل مع متغيرات عديدة. منها متغيرات تقدر تتحكم فيها من خلال مثلا تصاميم الطرق أو ترسم لهم مسارات أو توقيت للعمل. في بعض المواضيع أنت ما تقدر تتحكم فيها لأنها أمور خارجة عن الإرادة. فهذه نبدأ نتكلم في أمور حوكمة، سن أنظمة وقوانين، عمل بعض الإجراءات، سن بعض المرونة في بعض الإجراءات، عمل مسودة كاملة أيضا، هو عمل بعض الإجراءات اللي تسهل مثلا الإجراءات سواء كانت مرتبطة بجهات أخرى ساندتنا في المشروع. كوزارة الاقتصاد والتجارة، الجمارك، الموانئ، المطارات، لتسهيل هذه العمليات. أبو سعيد، يعني الحين كيف تعامل خطة مع أصحاب المصلحة أو الشركات أو الجمهور؟ صحيح، لما نتكلم في مواضيع المرتبطة بموضوع الشحن والمناطق اللوجستية، أنت المفروض تتعامل مع شركاء ينقسمون إلى قسمين، سواء كانت جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات القطاع الخاص. فإحنا تعاوننا في أكثر من ورشة عمل مع الكثير والعديد من الجهات الحكومية، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية، في مجال إعداد الدراسة، ومع شركات القطاع الخاص العاملة في المجال اللوجستي أو في مجال النقل. تم عمل الورشتين هذه، تمت المشاركة هوا معهم. هوا طال عمرك، هوا طالعين. نعم، إحنا على الهوا، الله يرحمه. الهوا طال عمرك، تفضل. نعم، تفضل أبو سعيد. تمت المشاركة معهم. طاهر يسلم عليك أبو سعيد. إن شاء الله يسلم عليك بعد الهوا. إن شاء الله يسلم عليك بعد الهوا. وكان بده يجي يسلم عليك. أبرك الساعة. مبارك لهم في أيام التأسيس. يستاهلون. والله اليوم مناسبة يوم التأسيس السعودي، صراحة نهنيهم على هذا اليوم، الله يديم ديارهم بالأمن والأمان. ونهني الشعب السعودي الشقيق. نعم. في التعاون مع أصحاب المصلحة كان فيه ورشات عمل عقدت معهم، سواء كانت الجهات الحكومية أكثر من 20 جهة، بالإضافة إلى القطاع الخاص. تم القيام بورشات العمل معهم، وتم مشاركة الأفكار والنتائج الأولية للدراسة بالشراكة معهم.
نعم. طيب لو تطلعنا أكثر على خطة وزارة المواصلات فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل البري. صحيح، الوزارة كوزارة بشقيها البري والبحري عندها العديد من المشاريع والاستراتيجيات اللي تدعم اقتصاد البلد وتدعم وتؤكد على موضوع الازدهار في النقل، ففيه العديد من المشاريع الموجودة في قطاع النقل البري سواء كانت مرتبطة بالنقل العام أو شؤون الطرق أو مواضيع التراخيص أو تخطيط شبكات النقل البري. في مجال النقل البري في عندنا العديد من المشاريع سواء اللي أنجزت في الفترة الماضية مثل الخطة الشاملة للنقل، بالإضافة إلى بعض المشاريع التصميمية اللي تم جاري العمل عليها ومخطط أن نقوم فيها في السنوات القليلة القادمة، مثل شارع الوعب إعادة تصميمه، مثل مشروع الوكرة الوكير، مثل الصناعية الغربي. المشاريع هذه تدعم الاقتصاد الوطني وكبنية تحتية، لأن الاستثمار في البنية التحتية فيما يتعلق بالطرق استثمار ناجح. الحمد لله. زين أبو سعيد، يعني ما هي الفوائد المتوقعة من تنفيذ الخطة على اقتصاد قطر وبيئتها وتنميتها الاجتماعية بالشكل اللي يساهم في تحقيق الرؤية 2030؟ أنت تدري كل العالم الحين اللي يسوي لك المترو، والحين أيضا هناك إن شاء الله الفترة يعني القادمة القريبة فكرة سترى النور قريبا إن شاء الله، وهي عمل سكك حديد موحدة بالخليج. إلى أي مدى تشوف هذا يساعد في الاقتصاد القطري وتنميته؟ صحيح، كل اللي ذكرته أخوي سلطان أخذت بالاعتبار في مراحل إعداد الخطة. نعم. لكن أبرز الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية، هي من خلال مراحل إعداد الدراسة اللي تصب فيها، فكان فيها العديد من المعطيات اللي أخذت بعين الاعتبار، من ضمنها مواضيع الابتكار، فهذه كانت واحد من العوامل الرئيسية. والنقطة المهمة اللي ترتكز عليها موضوع الاستدامة، بحيث أنه الأفكار هذه أو مخرجات الخطة هذه يكون فيها استدامة للبلد بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية. نعم نعم. بالحديث يعني عن هذا الأمر من أجل يعني عملية التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية فيما يتعلق بتذليل الصعوبات النقل البري وما إلى ذلك، احنا نعرف أن في كثير من الجهات اللي ممكن يكون لها أيضا أولوية وأحقية في استخدام الطرق، ألا وهي مثلا الجهات الأمنية بالدولة وأيضا الجهات الصحية بالدولة، كيف يتم التنسيق معهم في هذا الخصوص؟ احنا نعرف أيضا أن سلاسل الإمداد لها أحقية في هذا الأمر، الأوقات كيف يتم تحديدها؟ بناء على إيش؟ ما هي المعطيات اللي يتم فيها تحديد أن نعرف الفترة الصباحية أو ما قبل الفجر للسيارات والشاحنات وما إلى ذلك؟ طبعا التنسيق مستمر مع كل الجهات الحكومية. نعم. لكن بشكل خاص في مثل هذه الدراسات إحنا ننسق مع الجهات الفاعلة سواء كانت من الجهات الحكومية أو من شركات القطاع الخاص، في ورش العمل اللي عقدت نأخذ منهم مثلا إيش النقاط السلبية، إيش الأمور اللي ممكن تتحسن سواء كانت في تصميم الطريق كأسس أو أنها تكون كبعض المرونة مثلا في أوقات العمل أو أوقات الذروة، كيف تخفف التكلفة عليهم، هذه بالتنسيق مع الجهات. فكان في نوع من الحوكمة اللي تدير هذه المواضيع بحسب الاختصاصات اللي منوطة فيها كل جهة، كلهم في دورة، ففي تنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، في تنسيق مع وزارة الداخلية. نعم. وإدارة المرور، عام المرور. نعم. والجهات الأخرى المرتبطة فيها كلهم في اختصاصها. نعم. نعم. هل هناك يعني نقولنا فكرة أو هناك خطة شاملة تساعد في يعني التاجر الشركة الحكومة في سهولة توريد البضائع من الدول الأخرى عن طريق الشحن البري؟ أكيد، اليوم البنية التحتية موجودة في دولة قطر سواء كانت في الموانئ أو في المطارات أو في شبكات الطرق أو من خلال السكك الحديدية، فاليوم إحنا قاعدين نحافظ على أسس هذه الأصول اللي موجودة اليوم عندنا في البلد من خلال الأمور التنظيمية والتشريعية والتشغيلية فيها، بحيث أنها تكون بقمة المرونة وأنها تشجع المستثمر أنه يقبل عليها، وهذا كله يتوافق مع رؤية قطر الوطنية. أحسن أبو سعيد، يمكن الفترة الأخيرة لفترة كأس العالم وأيضا الفترة اللي تلتها من كأس آسيا كان في أيضا توجه كبير ل يعني وزارتكم الموقرة في عمل عديد من المشاريع اللي سهلت أيضا من إنجاح هذه النهضة اللي إحنا قاعدين نشوفها والنجاحات المستمرة. ما هي الخطط الاستراتيجية على السنوات القادمة؟ ما هي النظرة المستقبلية؟ أنت حضرتك مساعة قسمت الخطط الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل، يعني كما هو معلوم، كيف يتم النظر إلى الخطة الاستراتيجية للدولة؟ هل هي يؤخذ فيها التمدن العمراني، ازدياد الرقعة السكانية، زيادة عدد السكان، أيضا مثل ما قال سلطان مساعة عندنا زيادة في الخطط التجارية الموجودة، التنسيق أيضا مع الجهات
داخل الدولة في هذا الخصوص، الإيكو سيستم بالكامل يعني. صحيح، احنا حدثنا خطة النقل الشاملة وزارة المواصلات في شهر 6/2022، فقمنا بتحديثها خلال هذه الفترة. خلال المراحل الإعداد للدراسة هذه تم التنسيق مع جميع الجهات. طبعا خطة النقل الشاملة لدولة قطر توائمت مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة المواصلات من خلال استراتيجية الوزارة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية. التنسيق في مراحل الإعداد تم مع جميع الجهات الحكومية، سواء وزارة البلدية من خلال الخطة العمرانية أو مشاريع تغيير استخدامات الأراضي اللي تمت، فأخذتها بعين الاعتبار. من خلال خطة النقل الشاملة لدولة قطر لغاية 2050 في مراحل خطط خمسية يتم مراجعة الخطة، وين وصلنا وإيش أنجزنا أو إيش المعوقات اللي واجهتنا في تنفيذ بعض المشاريع التي يمكن تلافيها من خلال الخطط الخمسية. أحسنت وسيد، يعني ما شاء الله الله يعطيكم الصحة والعافية، وزارة المواصلات مع أشغال مع أيضا الإدارة العامة للمرور مع وزارة الداخلية مع وزارة التجارة، هناك عمل مشترك كبير يسهل ويظل كل الصعاب للشركات وأيضا للمستثمرين وأيضا للمواطنين اللي يبون يعني جلب استثمارات مثلا استثمارات أو يبون يجيبون يعني الأغراض اللي هم يحتاجونها من تجارة من أغراض شخصية أيضا. خالد هناك نتجه يعني ما شاء الله عليهم في قطر قاموا يبون الأغراض يعني بالتنسيق مع المواصلات إلى قطر من الإمارات أو من السعودية أو من الكويت لتلبية الحاجة أو لنقص بعض الأمور اللي ممكن تكون مش موجودة وهي موجودة خارج البلدة. زين، نبي نتكلم إحنا عن خطط وزارة المواصلات التي تتعلق بتطوير قطاع النقل بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. المشاريع والخطط كلها تتوائم مع الرؤية الاستراتيجية اللي نقوم عليها في وزارة المواصلات، فإحنا نركز على مواضيع الاستدامة المرتبطة بمثل هذه المشاريع بحيث أنها تكون إرث للأجيال فيما يتعلق بمثل هذه المشاريع. نعم. يتم التنسيق فيها مع جميع الجهات المعنية، كلهم في دوره وكلهم في اختصاصه. نعم، الله يوفقكم. كان معنا السيد صالح بن سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بالإنابة في وزارة المواصلات، شكرا لك واستمتعنا بالحديث معك. جزاكم الله خير وشكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك يا سعيد. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد نكمل ما تبقى من حلقة الليلة. وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة وغرفة التجارة الدولية قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المشاريع التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة في قضايا التصدي للتغير المناخي. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، وأقيمت مراسم التوقيع في مقر غرفة قطر.
نعم سلطان، وأيضا في سياق آخر مشاهدين الكرام، علم لأجل قطر منظمة محلية تقوم بالعمل على حل العديد من التحديات التي يواجهها الطلاب في قطر، كما أنها تؤهل الخريجين والمهنيين لتطوير مهاراتهم القيادية، وذلك من خلال ما يطلق عليه برنامج مسار القادة الذي يعمل على إكساب المنتسبين مهارات قيادية تمكنهم أو يمكنهم استخدامها في تعزيز فرص نجاحهم في أي مسار مهني يختارونه. نعم يا خالد، وتنتغي منظمة علم لأجل قطر بعناية شديدة الخريجين والمهنيين الذين يرغبون في رد الجميل لدولة قطر. معنا اليوم السيد إبراهيم ياسر، رئيس قسم العلاقات الحكومية في منظمة علم لأجل قطر، ليحدثنا عن تفاصيل البرنامج وآلية عمل المنظمة. أهلا ومرحبا بك في الاستوديو. يا مرحبا فيك أخوي سلطان وأخوي خالد. نعم، في البداية كيف يتم دعوة المنتسبين إلى رحلة مسار القادة إلى علم لأجل قطر؟ في البداية خلني أشكركم أول شيء، أتقدم بجزيل الشكر لكم على الاستضافة ودعمكم لمنظمة علم لأجل قطر. منظمة علم لأجل قطر هي منظمة أسستها سعادة الشيخة هند بنت حمد. نقوم من خلال هذه المنظمة في استقطاب الخريجين والمهنيين اللي مثل ما تفضلتوا يرغبون في رد الجميل أو عندهم الرغبة والشغف في التعليم، من خلال استقطابهم لتدريس أحد المواد الدراسية في الفصول الدراسية داخل المنظومة التعليمية. طبعاً احنا نستقطب الخريجين اللي توهم تخرجوا أو الخريجين السابقين واللي عندهم الرغبة والشغف إنه يدخلون ويدرسون في المدارس الحكومية. عندنا 4 مواد رئيسية اللي هي مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، ومادة اللغة العربية، ويتم تدريسهم لمرحلة المرحلة الإعدادية أو المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية. نعم. وطبعا مثل ما ذكر أخوي سلطان اللي هو آلية الاستقطاب، طبعا احنا متعاونين مع مختلف الجامعات في قطر. كل الجامعات اللي موجودة في قطر نستقطب منها المواطنين والمقيمين اللي موجودين على هذه الأرض. طيب إبراهيم، لما نتحدث عن المهارات اللي تم إكسابها لهؤلاء، ما هي المهارات اللي تم إكسابها لمن يريد الدخول في معترك التعليم؟ حلو سؤالك، وايد حلو أخوي خالد. إحنا دائما في المنظمة نركز على المهارات القيادية. صح مهارات التدريس مهمة، المهارات الحياتية مهمة، ولكن إحنا دائما نحاول من خلال التدريب الخاص في علم لأجل قطر إن إحنا نصقل مهارات الشخص. يعني إحنا هدفنا في الأول والأخير إحنا نطور من الشخص أو نطور من المنتسب اللي يكون موجود معانا، لأن هذا المنتسب اليوم هو موجود في التعليم، بكرة قد يمسك مناصب إن شاء الله مستقبلية قيادية. فتبتدي فكرة تطوير المهارات من المعهد الصيفي اللي هي أول مرحلة من مراحل برنامج مسار القادة اللي إحنا نركز فيه على المهارات القيادية. طبعا خلال المعهد الصيفي إحنا ندربهم على كافة سبل الدعم اللي هم يحتاجونها، من مهارات تدريس، من مهارات تقنية، من مخيم قطر اللي يسوي لهم إياه في مهارات التدريس، والمهارات القيادية. طبعا المعهد الصيفي هو طبعا يجي بعد آلية الاختيار، يمر المنتسب في 4 مراحل رئيسية خلنا نقول، اللي هي مرحلة الطلب. وحاليا مفتوح الطلب للتقديم على موقعنا الإلكتروني اللي هو teachforqatar.org. بعدها ينتقل لاختبار المادة العلمية ويوم التقييم بالإضافة إلى المقابلة الهاتفية. طبعا هالأربع مراحل من خلالها احنا نقدر نختار المنتسبين اللي موجودين عندنا، وبعدها يدخلون التدريب، وبعد التدريب طبعا يبلشون في المدارس الحكومية كمعلمين يبدون رحلة مسار القادة. نعم، هذه بالنسبة حق الالتحاق والآلية. نعم. أما بالنسبة حق خارطة برامجكم التدريبية، وهل يتم وضع رزنامة لها؟ اي نعم، احنا البرامج التدريبية عندنا مثل ما تفضلت نبدأ احنا في المعهد الصيفي، وبعد ذلك احنا نتابع مع المنتسبين. يعني عندنا برنامج، عندنا رزنامة خاصة خلال السنة كاملة، خلال السنتين، يعني احنا على مدار السنتين. نعم. من خلالها احنا ندعم المنتسبين. يعني عندنا أيام التطوير المهني، عندنا الريتينر انستيتيوت اللي هو معهد العائدين للسنة الثانية، قبل يدخلون السنة الثانية احنا نجهزهم في بعض المهارات اللي هم يحتاجونها، بالإضافة طبعا إلى مدراء البرامج اللي جزاهم الله خير موجودين في المدارس يدعمون المنتسبين، يشوفون شنو التحديات اللي يواجهونها المنتسبين في المنظومة التعليمية ويدعمونهم. نعم. طيب ما هو الهدف الأسمى من إقامة هذا المشروع؟ هل هو تحبيب القطريين للدخول إلى معترك الدراسة والتعليم وما إلى ذلك، أو
يعني هذا الأمر، لأن بحيث احنا نسمع في الآونة الأخيرة أن ما زال هنالك أعداد متواضعة تدخل في مجال التعليم، فهل يأتي هذا الأمر لسد الفجوة أو لإكسابهم مهارات تنموية مهارية وأكاديمية تمكنهم من عملهم أثناء المرحلة أو مرحلة التعليم؟ احنا نشتغل على الجانبين اخوي خالد. نعم. يعني احنا نشتغل على جانب استقطاب المعلمين او خلينا نقول استقطاب الشباب، اعطائهم الفرصه، لان فكره المنظمه ان احنا ما نستقطب حاليا خريجي كليه التربيه، لان خلاص خريج التربيه هو جاهز انه يروح صحيح. ويدرس في المدارس الحكوميه. نعم. لكن الاشخاص اللي من تخصصات مختلفه مثل الهندسه، مثل اداره الاعمال، التخصصات الادبيه، نحاول دائما نشوف وين التخصصات اللي هي قريبه من الاربع مواد الرئيسيه، وعندنا جدول في يشرح كل التخصصات الموجودة على موقعنا الإلكتروني، فإحنا نستقطب لأن عندنا نقص، يعني نكون واقعيين يعني. نعم. وبنفس الوقت إحنا نحاول قد ما نقدر من خلال الحملات الإعلانية، سواء حملة كن معلما، الحملات اللي نسويها داخل منظمة تعلم لأجل قطر، إن إحنا نرفع من مكانة وقدر المعلم في الدولة. يعني إحنا بالأمس إحنا دشنا حملة استقطاب اسمها في مجلسنا معلم. ممتاز. ففكرة الحملة إن إحنا نروح الميالس، ميالس هالقطر. نعم. وناخذ معانا مجموعة من المنتسبين. نعم. فللأمس بالأمس يعني بدينا إحنا أول خلنا نقول ميلس، وإن شاء الله يعني خلال الفترة الجاية من هني لنهاية شهر 3 شغالين على مجموعة مختلفة من المجالس. نعم. زين إبراهيم، الحين هل هناك قياس للرأي يعني يتم مع المدربين لتحسين البرنامج وتقديم فائدة أكبر للمستفيدين منه مستقبلا؟ اي نعم اخوي سلطان، احنا عندنا برنامج او خلينا نقول قسم مختص اسمه قسم التاثير. نعم. هالقسم هذا يقيس الاثر اللي يتركه المنتسب، يعني سواء على طلابه، سواء مع المدرسين او زملاء من المعلمين الاخرين اللي موجودين معه، او سواء على اطار خلينا نقول المجتمع. نعم. لان احنا فكره تعلم لاجل قطر اول ما اسستها سعاده الشيخه كان فكرتها ان احنا مش بس نسد الاحتياجات اللي هي موجودة. نعم. احنا نرفع من خلنا نقول مكانة المعلم، احنا نسد المواد العلمية اللي هي موجودة، يعني خاصة ان احنا نزيد ضعف الأداء الأكاديمي اللي هو موجود في المواد العلمية. نعم. أحسن. طيب إبراهيم، لما لو نسأل سؤال عن الخطط المستقبلية، ما هي خططكم المستقبلية في هذا المجال؟ حلو. احنا حاليا شغالين على المرحله الابتدائيه، يعني من الصف الرابع الى الصف الثالث اعدادي. نعم. ان شاء الله خلال السنه الجايه احنا بننزل للمراحل اللي هي خلينا نقول لك النموذجيه. نعم. مرحله الصف الثالث اعدادي، وعندنا ما شاء الله مجموعه كبيره من المنتسبين قاعد يتخرجوا من البرنامج، ما بعد البرنامج قاعدين يدرسون خلينا نقول المراحل الثانويه. واحنا نطمح الصراحه في علم لاجل قطر ان احنا نزيد الاعداد، نزيد التأثير اللي موجود طبعاً بالشراكة مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي جزاهم الله خير مشكورين. فإحنا هدفنا أن إحنا مش بس والله إحنا نرتبط في 60 معلم اللي مثلاً جبناهم العام الماضي، لا، إحنا يعني إحنا بدينا الأمانة في 11 معلم. نعم. الدفعة الماضية كانت 60 معلم، وعندنا حالياً ما يقارب نتكلم عن حول 330 منتسب ما شاء الله موجودين في حول 100 مدرسة في قطر، يعني ما شاء الله. فتكلم التأثير قاعد يزيد سنة. طيب عن سنة. كيف شفت إقبال التربويين، يعني مثلا اللي كان لهم مجال أو كان لهم أيضا خبرات تراكمية سابقة؟ أتكلم عن المدرسين والأساتذة اللي صار لهم يمكن 10 سنوات يعملون في مجال التعليم، كيف كان تقييمهم لهذا البرنامج يعني يوم سمعوا عنه؟ والله ما أخفيكم أخوي خالد وأخوي سلطان، إحنا في البداية أول ما أطلقت سعادة الشيخ المنظمة، منظمة تعلم لأجل قطر، في البداية أكيد كان في بعض خلينا نقول تخوف، خاصة من مدراء المدارس في أول سنة. بعدها حاليا يعني ما شاء الله إحنا نتكلم مدير المدرسة اللي كان متخوف الحين هو من أول الداعمين لهذا المنظمة تعلم لأجل قطر، ودائما ما نتلقى اتصالات من مدراء المدارس، من النواب الأكاديميين، من زملائنا في وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي يبون معلمين زيادة، خاصة أن وجود المعلم القطري أو خلنا نقول وجود المعلمين الشباب الخريجين اللي هم موجودين عنصر أساسي ومهم في المنظومة التعليمية، فدائما تلاقيهم ما شاء الله متحمسين، يدخلون في طاقة جديدة، يدخلون في معرفة، ينقلون خبراتهم اللي يعني اكتسبوها خلال المرحلة الجامعية. نعم زين. نعم. إبراهيم، الحين نبي نعرف أنتم بس تعلمونهم يعني المهارات المهنية أم أيضا تعلمونهم عن كيفية يعني المهارات الحياتية أيضا؟ هنا. احنا نشتغل على أكثر من جانب الله يسلمك، احنا جانب المهارات القيادية، جانب مهارات التدريس عندنا، وجانب المهارات الحياتية. طبعا احنا عندنا مدراء البرامج وفريق الدعم والتدريب اللي موجود في علم لأجل قطر، هم فريق معتمدين ويشتغلون معاهم على أهدافهم الشخصية، مش بس والله
خلينا نقول خلال رحلة الانتساب حتى ما بعد رحلة الانتساب وخطواتهم القادمة. نعم. طيب أشكال الدعم اللي تقدمونها وهي برامج تثقيفية توعوية لهؤلاء المنتسبين، ولكن ما هي الأشكال الأخرى من الدعم المقدم لهم أيضا؟ حلو. احنا مثل ما تفضلت اخوي احنا نركز على جزء الدعم كونه جزء اساسي يعني في مرحله الانتساب، بالاضافه الى البرامج الثانيه اللي تقدمها منظمه علم لاجل قطر. يعني عندنا برنامج اسمه صوت المعلم، فكره البرنامج ان احنا نعد المنتسبين يكونون جاهزين سواء لدخولهم مقابله تلفزيونيه سواء للتحدث امام الجمهور. فاحنا متعاونين مع قناه الجزيره خاصه اللي هو مركز الجزيره للتدريب. نعم. وطبعا عندنا احنا تدريب نقدمه في القياده، متعاونين مع جامعات ثانيه مختلفه داخل قطر. واحنا كمنظمه يعني احنا معتمدين من لتقديم التدريب في الام بي تي اي في تحليل الشخصيه، بالاضافه الى الليدرشيب سيركل بروفايل. هذه هي عباره عن ادوات تستعمل في برنامج مسار القاده. طبعا احنا بجانب مسار القاده، ولكن يعني عذرا على المقاطعه، يعني فضل. ما سبب استخدام الام بي تي اي لتحديد مستوى ماذا؟ لانه يستخدم لقياس الشخصيات ومدى فعاليتها في بعض الاماكن المعينه، ما سبب انتقائكم لهذا الابروتش يعني؟ حلو اخوي خالد، احنا هذه واحده من اهم الاشياء، ان احنا شفنا ان المعلم يوم يدخل المدرسه طبعا يتعامل مع مختلف الشخصيات، يتعامل مع ولي الامر، يتعامل مع المعلم السابق، يتعامل مع زملائه في المدرسة، يتعامل مع مختلف الطلاب. طبعاً كل طالب ما شاء الله يعني عنده شخصية تختلف عن زميله، فمهم جداً إحنا نوعي المنتسب اللي هو موجود عندنا المعلم في أهمية التعامل مع مختلف الشخصيات، لأن في شخصيات خلينا نقول سمعية، في شخصيات بصرية، في شخصيات تحب تأخذ التغذية الراجعة بشكل مباشر، في شخصيات تحب تأخذ لا بطريقة مختلفة. فإحنا مهم عندنا ان احنا نفيد المنتسبين، مش بس والله خلينا نقول كمنتسبين علم لاجل قطر. احنا اليوم خلينا نقول قبل شوي الشباب جزاهم الله خير خلصوا او انتهوا من تدريب خريجي كليه التربيه، يعني احنا قدمنا لهم شغالين على تقديم برنامج مد في المهارات القياديه اللي يساعد حتى خلينا نقول يعني مو بس والله خلينا نقول خريجين علم لاجل قطر او منتسبين علم لاجل قطر، بالاضافه طبعا الى منتسبين كلية التربية في جامعة قطر ومعلمين الوزارة اللي هم موجودين حاليا في وزارة التربية والتعليم. إبراهيم شوي لو نتطرق نرجع إلى الوراء قليلا، نتكلم عن الدعم، يعني ما هو الدعم اللي يتقدمون للمدربين أثناء خطواتهم في مشوارهم يعني؟ حلو. احنا عندنا أكثر من جزء في الدعم، ونركز على هذه الجزئية بجزء كبير يعني منها، لأن احنا المعلم اللي جاي هو جاي اصلا بدون خبره سابقه في التعليم. صحيح. وخلنا نقول ما درس في كليه التربيه، فاحنا مهم عندنا عنصر اساسي ان احنا نركز ناهل المعلم هذا على اساس يكون عنده المهارات الاساسيه من خلنا نقول التعامل مع الطلاب، من الاداره الصفيه. نعم. من المهارات القياديه اللي ممكن تفيده، من انه شلون يربط المهارات اللي اكتسبها خلال مرحله الجامعه داخل المنظومة التعليمية وداخل الفصول الدراسية. فإحنا هذا جزء أساسي من الدعم اللي إحنا نقدمه للمنتسبين داخل برنامج مسار القادم. يعني شو يكون عنده ناس ما تقول يطلع من عندكم عنده الخلفية التامة لكيفية التعامل مع الطلاب، أيضا تشجيع لمهنة التدريس اللي إحنا صراحة نطالب فيها الجميع، يعني في الفترة أو الآونة الأخيرة اللي الكل يطلب أو يطلبونها الكثير من عيالنا اللي متخرجين إن شاء الله. زين إبراهيم، خلال الفترة القادمة ما هي طموحاتكم المستقبلية؟ والله إحنا طموحاتنا إن إحنا نتوسع في المنظومة التعليمية، يعني إحنا مثل ما قلت لك أخوي سلطان إحنا بدينا ب 11، الحين تتكلم عن ما شاء الله فوق 330، يعني تقريبا بحدود 330 منتسب. فإحنا توسعاتنا خلال الفترة الجاية بتكون ممكن ان قاعدين ندرس الوضع ان احنا ننزل لمراحل اقل في المنظومه التعليميه، بحيث ان نركز على الاساس اللي يطلع منه الطالب. يعني كل ما ركزنا على الاساس خلاص يعني احنا نبني الفاونديشن او نبني الاساس اللي هو يتاسس عليه الطالب على اساس تبدا عمليه التدريس عنده، او خلينا نقول تبدا عمليه تاهيله للمرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. نعم. طبعا بالاضافه الى البرامج المختلفه اللي قاعدة تقدمها المنظمة، سواء منصة ديوان التعليم كمنصة تعليمية لجميع المعلمين في قطر وجميع المهتمين في المنظومة التعليمية. نعم.
أي حد مهتم في تطوير مهاراته بس مجرد ما يكتب على جوجل ديوان التعليم باللغة العربية أو ديوان التعليم باللغة الإنجليزية بيحصل منصة كاملة تحتوي على ما يقارب نتكلم على 100 فيديو في المنظومة التعليمية وفي المهارات القيادية. وحاليا نشتغل على توسعة هذه المنصة التعليمية بالإضافة إلى البرامج اللي تقدمها منظمة علم لأجل قطر. نعم، شكرا على وجودك اليوم معنا في الاستديو إبراهيم ياسر، رئيس قسم العلاقات الحكومية في منظمة علم لأجل قطر. بالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق في هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى. شكرا لك أخوي خالد، شكرا لك أخوي سلطان، كل التوفيق لكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعد لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. انطلقت أعمال اجتماع لجنة الصياغة النهائية لملف البشت، والذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون طبعا مع وزارة الثقافة والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، لإدراج هذا اللبس أو هذا الزي البشت كأحد عناصر التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو. انطلقت أعمال اجتماع لجنة الصياغة النهائية لملف البشت والذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألكسو. احنا الآن في صدد العمل الاستمارة النهائية لملف البشت باتفاق من جميع الدول الأعضاء معنا في الملف. البشت سواء كان في قطر أو في دول الخليج أو في الدول العربية هو يحمل ميزات تتشابه لكن تختلف في بعض المناطق في النقوش وفي المسميات، لكن يبقى هو رمز عربي معروف. يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لما تم إنجازه في الاجتماع التنسيقي الأول الذي نظمته وزارة الثقافة حول العمل على إدراج البشت كأحد عناصر التراث الثقافي غير المادية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادية لدى منظمة اليونسكو، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية 2023 لحماية التراث الثقافي غير المادي من مهارات وممارسات وغيرها ونقلها للأجيال القادمة بهدف ترسيخ الهوية الوطنية. مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى عالم الرياضة. وصل القطري علي العبيد لمسيرته الناجحة وتأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر للرجال 2024
التي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر بمنتجع المثيلة حتى بعد غد الجمعة، وسط مشاركة 40 لاعباً ويمثلون 17 دولة. وشهدت مباريات هذه المرحلة مواجهة قوية في ظل تواجد أكثر من بطل عالمي وآسيوي في هذا الدور يا خالد. نعم سلطان، طبعا الحديث أكثر عن هذه البطولة يسرنا استضيف معكم هنا في الاستديو سيد مبارك الخيارين، رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر والرئيس التنفيذي للاتحاد القطري للسنوكر والبليارد. يا مرحبا ومسهلا بك مبارك، حياك الله اليوم معنا في سوق واقف. الله يسلمك ويرحمك. يا مرحبا ومسهلا بارك. في البداية قل لنا عن هذه البطولة التي تحتضنها قطر وكيف كانت المنافسات في المراحل السابقة. والله احنا يمكن شاركت عندنا 17 دولة، مشاركة تقريبا 40 لاعب. البطولة بدأت عندنا يوم السبت الماضي وبكره ختام البطوله ان شاء الله. الحمد لله يمكن احنا وصلنا لمرحله النهائيه اليوم، تقريبا يلعبون دور قبل النهائي اليوم، والله يسخر الامور ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله. مبارك لو نتكلم شوي يعني عن البطوله هذه، يعني لو نتكلم عن حيثياتها نبغي تفاصيل اكثر عنها، من هي الفرق اللي راح تكون مشاركه، اي حاجه يعني من هذا الموضوع اللي ممكن يخليكم ان انتم تكونوا دائما في الصداره ما شاء الله عليكم يا مبارك. والله شوف احنا يمكن البطوله هذه تعتبر من اقوى البطولات، يعني يمكن هي اقوى من بطولات حتى الحدث العالمي، لان ابطال العالم هم ابطال اسيويين. يشارك البطوله هذه منتخب الهند طبعا، معاهم بطل العالم بنكاج عدفاني فايز في البطوله 32 مره على مستوى بليارد انجليزي، على سنوكر، على اسيا، على عالم. هذا صيني ولا هذا من لا هندي، بنكاج عدفاني اسمه. وعندنا اللاعب امير زركوش من ايران كذلك، لاعب يعتبر من ابطال العالم وبطل اسيا، يعني حصل على كل الالقاب. هناك بطل هونغ كونغ، هناك علي العبيدلي بطل العالم في النسخه السابقه، يمكن اخونا علي العبيدلي. يعني يمكن احنا الضغط اللي مر على علي العبيدلي بما انه بطل عالم في البطوله هذه احنا نشوفه شوي يعني، لكن هو قدها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. جزء من الرياضه هو الضغط، يعني تدري الواحد يحتاج تركيز عالي خصوصا في هذه الرياضه ويكون يعني صافي الذهن. وما شاء الله عليه لاعبنا يعني علي العبيدلي، كل التوفيق له وبيض الله وجهه على المجهود وهذا العمل الكبير اللي يقوم به لرفع علم قطر في المحافل الدولية. وأيضا نشكركم أنتم على الدعم اللامحدود اللي تقدمونه للاعبين منتخبنا الوطني. زين مبارك، العوامل التي ساهمت في تنظيم قطر يعني لهذا الحدث القاري الكبير مو بجديدة عليك مبارك، كانت بطولة العالم عندنا 40 دولة كانت مشاركة شهر 11 الماضي ما خانتني الذاكرة، ايضا هذه البطوله اكثر من 15 دوله. هناك البطوله القويه التي تقام في العالم دائما تكون في قطر. والله يشوف يعني قطر الان اصبحت ام الرياضه، يعني احنا يمكن عاصمه الرياضه قطر، يعني صحيح. احنا يمكن الشيء اللي نسويه جزء مما ما تقوم به الحكومه الرشيده في البلد هذه، يعني بطولات عالميه متتاليه، بطولات عالم سباحه، بطولات عالم في السله، بطولات عالم في الجمباز، في الامل في الفورمولا، قطر صباغه الحدث الرياضي. قطر يعني ابهرت العالم في التنظيم الرياضي، ابهرت العالم في الاداره العليا الرياضيه، يمكن تنظيم مكان قرب منطقه، عامل يمكن عامل قرب المنطقه في قطر يمكن ساعد قطر انها تكون من اكبر الدول اللي هو المصدره للرياضه العالميه صراحه. نعم مبارك، بعد ودي اتكلم معك عن اهميه انتخاب محمد بن سالم النعيمي امين السر، ما هي الاضافه لهذا الموضوع؟ والله شوف احنا يمكن الحمد لله، يمكن انا ابارك حق اخوي محمد سالم النعيمي بفوزه للدوره الثالثه. احنا لا ننسى ان احنا مقدمين على بطوله الاسياد في قطر 2030، واللعبه يعني الحمد لله تم اعادتها في قطر. يعني يمكن وقفت الالعاب الاسيويه من 2010 في الصين، كانت اخر مشاركه في الصين، وقفت 20 سنه، ولله الفضل والمنه قطر رجعت هذه اللعبه طبعا بدعم لا محدود من 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 رئيس اللجنه الاولمبيه الشيخ جوعان بن حامد طبعا على دعمه اللا محدود في 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 وضع هذه اللعبه واهميه هذه اللعبه بالنسبه لنا احنا صراحه. نعم مبارك، ما هي استعدادات الاتحاد للاستحقاقات المقبله منها القاريه او العالميه؟ والله شوف احنا يمكن احنا راح نعطيكم خبر صراحه جديد عندنا.
في حدث اسمه الكرة الذهبية في السعودية راح يصير تقريبا تاريخ 6/3. هناك 8 لاعبين محترفين في السنوكر وهناك 2 وايلد كارت. تم اختيار علي العبيدلي أنه يكون وايلد كارت ثاني غير اللاعب السعودي أنه يلعب مع اللاعب المحترفين في البطولة. بطولة جوائزها 2 مليون باوند. اللاعب إن شاء الله قادر إن شاء الله يحقق فيها شيء إن شاء الله، وهذا حلم حق أي لاعب، والحمد لله يستاهل أبو ناصر وأتمنى له التوفيق فيها. شيء خالد، بطاقة الوايلد كارد اللي هي تمنح للدولة المستضيفة دائما وتمنح للاعبهم، يعني إحنا نشوفها في عندنا في رياضة الدراجات النارية، في كل دولة يكون عندهم 2 وايلد كارد لكل جولة، ويتم إضافة ابن البلد أو الشخص اللي له مستقبل للمشاركة وأخذ الإكسبيرينس. يعني شيء جميل نشوف من أخواننا في السعودية بمنح هذا الوايلد كارد لبطلنا بطلنا علي العبيدلي. والله يشوف، يعني الحمد لله أنا أشكرهم صراحة، يعني الجماعة ما قصروا. علي لاعب يستحق الإشادة، علي لاعب بطل عالم في المرحلة السابقة، يعني بما أن هو آخر بطل عالم في بطولة الهواء، أتوقع إن شاء الله يستحق، وإضافة إن شاء الله للبطولة، والله يعطيهم العافية صراحة على الاختيار يعني. نعم مبارك، أنا ودي أسألك عن استعدادات الاتحاد الاستحقاق الاستحقاقات المقبلة، نتكلم عنها شوي. والله يشوف، إحنا عندنا بطولة لاس فيغاس للبليارد حاليا راح يشارك فيها المنتخب بتاريخ 27 الشهر، راح يغادرون إن شاء الله. نعم. بطولة العالم تنبول عندنا، بعدها طبعا اللاعب علي العبيد مثل ما قلت لكم راح يشارك بطولة السعودية إن شاء الله. عندنا بطولة قطر المفتوحة اللي راح تكون إن شاء الله في الدوحة إن شاء الله، راح تكون بتاريخ 25. نعم. بعد إن شاء الله رمضان تقريبا بشهر أو بعد العيد بشهر إن شاء الله راح تكون بطولة العالم قطر المفتوحة. بعدها راح يكون عندنا إن شاء الله بطولة غرب آسيا والعربية في البحرين. والله هناك صراحة جدول يعني كبير للمشاركات، ونتمنى إن شاء الله أن يعني إحنا اليوم أصبحنا نحاسب، يعني لما يكون عندك بطل عالم وتروح وتكون مشاركة، فالمشاركة أصبحت بالنسبة لنا يعني هذه محسوبة من الماضي إن شاء الله. نعم مبارك، لو أسألك بشكل عام، منو أقوى الدول دائما في لعبة السنوكر اللي لها دائما الصدارة في هذا الموضوع؟ صراحة أنا كان كله على اعتقادي أن الصين هي دائما متصدرة. والله يشوف، هي الصين. نعم. باكستان، الهند، هناك كذلك هونغ كونغ. بطل الألعاب العالمية السابق اللي فاز عليه علي العبيدلي في البطولة السابقة كان من هونغ كونغ، ما شاء الله. هونغ كونغ ساينا يعني، وحاليا لاعبنا طبعا احنا ما لا يقل عنهم صراحة، يعني ما شاء الله. يعني احنا نحب ان نبشركم ان تأهل حق دول الأربعة وحصل على البرونزية، أتمنى له التوفيق إن شاء الله وأنه يتأهل النهائي، لكن على قولتهم لكل شيء لكل حادث حديث. نعم. زين مبارك، أنت قبل شوي قلت في لعبة التنبول اللي هي 10 كرات بليارد. بليارد، لو يعني توضح لنا ما الفئات الموجودة في عالم البليارد والفئات الموجودة في عالم السنوكر عشان نوضح لمشاهدينا. السنوكر هي الطاولة الكبيرة اللي عليها 15 حمراء وألوان، 6 ألوان. نعم. هذه السنوكر الطاولة اللي هي 12 قدم. نعم. البليارد في 3 أصناف البليارد، اللي هو 15 كرة اللي نلعب لون بلون. أيوة. 9 كرات اللي تلعبها بتسلسل من رقم 1 لـ9 يستوي نفس الدايمون. نعم. صفتها. نعم. والعشر كرات اللي هي بتسلسل من 1 لـ10 مثلث أصغر من 15. نعم. نعم. ولكن هي تكون يعني نوعا ما مش معقدة، ولكن فيها صعوبة أكثر من. نعم. لعبة البليارد. البليارد سهلة يعني. والله السنوكر، شوف السنوكر اللاعب عشان يستوي لاعب فيها يبغى له 10 سنوات. يبي له نفس عشان يستوي لاعب فيها، يكون منافس ويكون بعد هو يكون إنه متمكن، إنه يكون عنده يعني متمكن في اللعبة. نعم. يبي له أقل شيء من 7 إلى 10 سنوات. أما لاعب البليارد احتمال بين 4 أو 5 6 سنوات. نعم مبارك، يعني إحنا نشوف لاعب السنوكر يضرب الحمراء وعقب يضرب السوداء ويرد الحكم يرد الكرة السوداء مرة ثانية، فهو يرد إذا ما كانت الذاكرة يرد يضرب السوداء مرة ثانية، يقول لك أنا بأكثر عدد. صحيح. سكور، هي كل واحدة لها رقم ولها سكور. نظام السكورينج حمراء وألوان، حمراء ولون، حمراء واللون يرجع مكانه حتى تخلص الحمراء كلها، بعدين يبدأ بالألوان بالتسلسل من الأصفر، أخضر، بني، بعدين أزرق، وردية، والسوداء إذا كان يحتاجها، إذا كان ما خلص الجيم قبل. نعم. يعني ممكن أن النقاط اللي سواها في الحمر والسوداء تكون مغطية على الطاولة، ممكن بعد باقي 5 حمر على الطاولة يخلص الجيم، يكون صحيح. حاسمها. صحيح. وتحتاج يعني هدوء تام يعني من الجمهور وهدوء والله جدا، يعني شوف للتركيز. هي
لعبة الهدوء، لعبة التركيز، لأن أي ضجة فيها تشتت اللاعب من الاتجاه اللي متوجه. نعم نعم. طيب خلني أسألك شوي على من ناحية شعبوية شوي أكثر، هل تشوف ازداد الإقبال في الأونة الأخيرة من الشباب والهواء أيضا داخل الدوحة للاتجاه إلى لعبة السنوكر والبليارد، ولا لا، ولا ما زالت على حطتها من الأعوام الماضية؟ والله شوف، إحنا يمكن البليارد عندنا شعبية قوية. نعم. في قطر يعني لما تكون مشاركة مثلا نعمل البطولة مثلا قطر المفتوحة، هناك يمكن تقريبا 70 بين قطري ومقيم في قطر يشاركون في بطولة العالم. ما شاء الله. عندنا في ستيج 1. السنوكر يمكن الاتجاه اللي فيها صعب شوي، لأنها هي تاخذ لها فترة أطول ويبي لها تمرس أكبر شوي. نعم. لكن نتمنى إن شاء الله إن إحنا نشوف بطل عالمي ثاني إن شاء الله غير علي العبيد إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله بإذن الله. مبارك، إحنا هل أو خلنا نقول ما هي خطتكم المستقبلية لاستقطاب اللاعبين؟ أكيد كل اتحاد يعني عنده خطة خمسية لاستقطاب اللاعبين، وأنتم ما شاء الله عليكم يعني دعمكم الكبير للاعبين يعني يشجع على يعني لهذه الرياضة. والله شوف، احنا حاليا عندنا يمكن بين 10 و 12 مدرسة حاطين فيها طاولات وفيها دورات أسبوعية، مدربين يروحون يختارون بعض اللاعبين، يسوون لهم مهارات حق المدرسين اللي في المدارس. نعم. عندنا تعاقد جديد حاليا مع مدرسة الغادة. نعم. هناك تقريبا 30 لاعب من مدرسة الغادة. في تواصل أسبوعي 4 أيام في الأسبوع متواصلين معهم، ونتمنى إن شاء الله أنها تنجح إن شاء الله لبروز لاعب يمثل قطر في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. مبارك، إحنا نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مثل هذه البطولات، وأنت ما شاء الله تبارك الله من أكثر الناس النشطاء في هذا المجال. أنا ودي منك لو توجه رسالة أيضا إلى من يتابعنا الآن على قناة الريان، وكل من له الرغبة أيضا بتجربة هذا المجال الرياضي اللي أيضا جميل وله شعبية كبيرة جدا يعني في الأوساط الرياضية. والله شوف، أنا من قناتكم أوجه رسالة إلى الشباب القطري، يعني لعبة صراحة في صالة مكيفة، لعبة فيها يعني احتراف، لعبة فيها مدربين، واحنا صراحة يعني بالنسبة لنا كاتحاد فاتحين ابوابنا حق اي لاعب قطري من 10 سنوات الى 18 سنة يحضر في الاتحاد، وعندنا 4 أو 5 6 مدربين في الاتحاد. بس انا ما اشوف فيها صغار مبارك يعني اللعبة هذه. هي شوف، هي الاساس لعبة السنوكر. علي العبيد اللي عشان اصبح اليوم بطل عالم بدأ هو عمره 10 سنوات. 10 سنوات؟ نعم. ما شاء الله بارك الله. علي العبيد اللي حصل على بطولات العرب للناشئين عمره 11. ما شاء الله. بس كان موهبة. موهبة. وانا ادري ان هناك مواهب كاملة. نعم. هناك مواهب مخفية. صحيح. هناك مواهب تستحق الإشادة وأنها تتواجد يعني، لكن على قولتهم البعض ما يحب الظهور الإعلامي يعني للأسف. أنا والله هذا اللي لاحظته صراحة لما أشوف مثلا عندنا أعداد كبيرة صراحة من هالقطار، الشباب اللي موجودين، خواتنا وبناتنا تبارك الله مبدعين والله، لما تجلس وتشوفهم يعني في المحافل، سواء المحافل الأكاديمية الرياضية، المحافل الثقافية الأدبية، لكن للأسف عندهم قلة ظهور في والله يعني شوف أنا أتوقع في العهد هذا إحنا أصبحنا عهد إعلام وعهد يعني. نعم. أتوقع العهد الحين الآن أفضل من 10 سنوات قبل يعني. الحين الشباب متفتح، البنات متفتحين ما شاء الله تبارك الرحمن، عقليات ما شاء الله جبارة يعني، عقليات مثمرة. صحيح. نتمنى إحنا نوجه العقول هذه في لعبة تنفع البلد يعني، حق بكرة يمثل قطر أكبر تمثيل. وبالعكس إحنا جاهزين كاتحاد. نعم. وداعمين لأي شخص يشوف في نفسه موهبة أو حتى يعني مثلا يحب اللعبة عن بعد، وإحنا يجي يستمتع يعني. ويجي يستمتع وإحنا. نعم. نفتح له الطاولات ونجيب له المدربين ونعطيهم العصي حق اللعب، وإحنا جاهزين يعني. هي تعتبر اللعبة هذه مكلفة؟ والله يشوف يعني عصاية البليارد والسنوكر مش عصاية واحدة، هي يمكن 4 قطع، واحدة فيها جامبول وفيها واحدة حق الكسرة وفيها يعني وفيها شنطة، يعني يمكن تكلفة الشنطة إذا أنت تروح حق الليفل الثاني مو بأقل من 7,000 8,000 الست الواحد يعني. نعم. $2,000. نعم. فإحنا مستعدين. نعم. يجون عندنا وإحنا راح نرعى أي لاعب قطري، وحتى لو في واحد مقيم يشوف نفسه عنده الغدرة نحن نسوي هالشيء إن شاء الله. نعم. نعم. مبارك، بس أبي منك كلمة بخصوص المشاركين لما تقول لهم أن البطولة في قطر، ما مدى الإقبال؟ والله شوف، الحمد لله يعني العالم كله لما تقول قطر العالم كلها جاية فرحانة يعني. صحيح. الحمد لله. الحمد لله، جميع البطولات اللي سويناها ما لقينا أي اعتراض فني، أي اعتراض في الحكام، أي اعتراض في اللجان كلها. الفنادق قاعدين ناخذها على أعلى مستويات ونجيب لهم الأسعار اللي هي تناسب
تناسب جميع الطبقات الفئات الأسيوية. اللهم لك الحمد. نعم احنا نشكرك على وجودك اليوم معنا في الاستديو سيد مبارك الخياري، الله يوفقك ان شاء الله، نشوفك ايضا في لقاءات اخرى وانجازات اخرى باذن الله تعالى. الله يعطيكم العافيه، استرت بيض الله وجهك. كل التوفيق لكم ان شاء الله، بكره هو يوم الختام، كل التوفيق لكم ان شاء الله ولبطلنا علي العبيدي والمشاركين. عزيز وغالي، شكرا. عزيز وغالي الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، والى هنا وصلنا الى ختام حلقه الليله، فما الله.